السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين وأبنائي وبناتي طلاب التعليم الفني تخصص التخصصات الصناعية، النهاردة بإذن الله تعالى إحنا من برنامج في بيتنا مدرسة بنتكلم على حلقة من الحلقات المتعلقة بالأمن والصحة والسلامة المهنية. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على مسؤوليات لجنة السلامة المهنية في أماكن العمل. لجنة السلامة المهنية دي من اللجان المهمة جدا في أماكن العمل، ولابد أن أي منشأة، سواء كانت هذه المنشأة منشأة إدارية أو منشأة صناعية أو منشأة سياحية، لابد أن تشكل فيها لجنة للمسؤوليات الخاصة بالأمن والصحة والسلامة في المكان. طبعا أساسي أن يكون موجود في هذه اللجنة مسؤول الأمن والصحة والسلامة المهنية، أساسي أن يكون موجود في هذه اللجنة أحد المديرين الإداريين الكبار في المكان، يكون موجود فيها مسؤولين الصيانة، يكون موجود فيها بعض الإداريين من المكان. إحنا النهاردة هنتكلم على المهام والمسؤوليات الخاصة بهذه اللجنة، وهنعرف برضو إيه أهمية وجود هذه اللجنة في أماكن العمل، وهنعرف وسائل تقييم الخطورة في أماكن العمل بإذن الله تعالى، وأساليب قياس درجة الخطورة في أماكن العمل. أرجو أن الحلقة دي يعني نتابعها وأن احنا نركز فيها شوية، لأن اللي موجود فيها مش بيفيدنا بس أو مش بيفيد طلاب التعليم الصناعي بس، لا أيضا بيفيد أي حد شغال في أي مكان من أماكن العمل. أول حاجة هنتكلم عليها، هنتكلم على كيفية إنشاء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. هنبص على الشاشة بتاعتنا وهنشوف بإذن الله تعالى بتتكون من إيه إدارة السلامة والصحة المهنية. أول حاجة فيها هي كلها عبارة عن علاقات متبادلة مع بعضها. يعني لو بصينا للدائرة الأولى، إنشاء سياسة السلامة والصحة المهنية، دي بتتضمن الالتزامات العامة والمسؤوليات والخطط والعمليات التي ستنفذ. برضو لو اتجهنا للجانب اليمين هنقول ان انشاء او تبني مواصفة للسلامة والصحة المهنية بتكون متضمنة في السياسة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في مكان العمل. تطبيق سياسة السلامة والصحة المهنية وتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة وقياس وتقييم التحسن باستمرار. إنشاء لجان مشتركة للسلامة والصحة المهنية من العمال والإدارة. لو بصينا للمخطط اللي قدامنا ده هنلاحظ إن هو متبادل، كل مخطط فيهم متبادل مع التاني، وكل مخطط فيهم بيتجه إلى التاني، وكلهم بيكملوا بعض. هنبتدي نشوف يعني لجنة السلامة والصحة المهنية دي، يعني زي ما احنا شايفين كده في الصورة، بتشكل في أي مكان من أماكن العمل، سواء كان في أماكن العمل الهندسية والإنشائية، سواء كان في يعني الأماكن اللي هي الأمنية، سواء كان في المستشفيات، في أماكن العمل الإدارية، في الأماكن الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات، في المطاعم، في الأماكن الرياضية، في كل حاجة لابد ان يكون متواجد لجنة خاصة بالسلامة والصحة المهنية. هنشوف كده فيديو خفيف عن خطط الإخلاء، وخطط الإخلاء دي بتكون مسؤولية تامة لهذه اللجنة. نبتدي نشوف الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا طبعا اللي عاملاه يعني منظمة من المنظمات الكبيرة جدا الخاصة بالأمن والصحة والسلامة المهنية. هنا كيفية الإخلاء لو حصل في مكان العمل حريق، بيكون في مواصفات خاصة لازم تتم للإخلاء. هنا هنلاحظ إن عندنا موظفة، الموظفة دي قامت وحطت الجاكيت بتاعها على
الكرتونة اللي جنبها وفي دفاية قريبة من المكان، ده هيسبب طبعا حريق واشتعال للمكان. جت يعني موظفة تانية لمحت الدخان والحريق، جريت وبتطلق جهاز الإنذار الخاص بالحريق في مكان العمل. هنا طبعا الموظفين قاعدين، بيبقى دايما لجان الأمن والصحة والسلامة هنا بتعمل كل شوية خطط للإخلاء. هو بعضهم هنا بيظن ان الموضوع ممكن يكون موضوع تدريب، بيتحرك مسؤولة الامن والصحة والسلامة المهنية، بيبقوا مجموعة لما يكون مكان العمل كبير، بيبقى مجموعة مش حد واحد، وطبعا بيشترك معاهم السيكيورتي بتاع المكان اللي بيبتدي يلف على المكان بعد خروج الموظفين من اماكنهم عشان يطمئن ان مفيش اي حد موجود. برضو مسؤولة الامن والصحة والسلامة المهنية بتلف بنفسها، بيشيكوا على عدم وجود اي حد من الموظفين. هنا هنلاحظ ان يعني في ايه، في موظفة واخدة الموضوع او واخدة الامر بنوع من الاستهتار شوية، ويعني يعني مش هممها بقى اللي ممكن تكون المنشأة بتتعرض لي من خطورة. طبعا يعني هو يفضل طبعا عدم استخدام الأسانسير أو المصعد في الأماكن اللي بيكون فيها يعني إنذارات خاصة بالحريق. طبعا لاحظنا وجود أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهنا بيكون له أسلوب إخلاء خاص بيه، ولي مدخل خاص بيه، بيقف عند اللوحة دي أو الأماكن المخصصة عشان يقدروا يخلوه من هذا المكان. لاحظنا أن الموظفة اللي هي واخدة الأمر بنوع من الاستهتار شوية وهي نازلة بتزق الناس. طبعا في خطة الإخلاء بيبقى موجود أماكن وخرائط للتحرك إذا حدث نوع من أنواع الحريق. هنا هنلاحظ حاجة، إن الموظفة دي والموظفة اللي معاها يعني خلاص غادروا المكان مباشرة، يعني هي خلاص نزلت ومشيت بالعربية بتاعتها. هنلاحظ إن بقية الموظفين عملوا حاجة تانية مختلفة تماما عن الأمر ده، كلهم ماشيين في اتجاه واحد، كلهم رايحين في اتجاه واحد. وهنا يعني المسؤولة بتاعة الإسعافات الأولية برضو يعني من ضمن المسؤوليات بتاعتها برضو أنها بتتابع مع مسؤول السيكيورتي ومسؤول الأمن والصحة والسلامة المهنية، بيتابعوا وبيتأكدوا من عدم وجود أي حد. وصلت عربية المطافي، تمام. هنا أهمية بقى التجمع الموظفين في مكان واحد كان ليه أهمية كبيرة جدا جدا، إن هم بيطمئنوا إن مفيش أي حد ناقص من الموظفين. لكن إحنا لاحظنا إن في 2 من الموظفات ركبوا العربية وغادروا المكان. طبعا مغادرتهم للمكان بتعني إنهم عالقين فوق في المكان بتاع العمل اللي ممكن يكون متعرض لخطورة كبيرة جدا خاصة به الحريق. وطبعا ده بيعمل عملية ربكة لكل الفرق الإنقاذ إن في حد يعني ناقص من الموظفين وممكن يكون عالق في المكان فوق، وده يعني شيء غلط، وإحنا لابد إن إحنا نعرف إن محدش يغادر المكان المخصص للتجمع عشان يقدر مسؤول الامن والصحة والسلامة المهنية يحصر الموظفين اللي كانوا موجودين في المكان كويس ويتأكد ان الجميع بخير. طيب ايه هي اهمية انشاء لجان السلامة والصحة المهنية؟ لجان السلامة والصحة المهنية
زي ما احنا شايفين كده، هتلاحظوا ان في مدير قاعد وفي عمال قاعدين وفي موظفين اداريين قاعدين، حتى السواق بتاع الكلارك اللي هو موجود برضو في بيمثل في لجان الصحة والسلامة المهنية. بعدد متساوي من العمال ومن الإدارة، وده يعتبر قلب النظام بتاع العمل داخل المكان، حيث يعمل ممثل العمال مع الإدارة جنبا إلى جانب عشان ينفذوا المهام الخاصة بإدارة الأمن والصحة والسلامة المهنية. لكن وجود اللجنة ما بيعفيش الإدارة من المسؤولية الكاملة عن السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل. يعني في لجنة وفي إدارة، الإدارة دي هي المكان المنوط به مراجعة إجراءات الأمن والصحة والسلامة المهنية، التأكد من وجود مستلزمات الوقاية في المكان، يعني التأكد من أن العمال ملتزمين بمعدات والوقاية من مخاطر العمل، التأكد من وجود اللافتات الإرشادية إلخ إلخ. ولكن لجنة السلامة والصحة المهنية دي اللي بتحدد سياسات المكان في نظم الأمن والسلامة والصحة المهنية. طب ايه اللي بيشترط في عضوية اللجان الخاصة بالأمن والصحة والسلامة المهنية؟ أول حاجة التمثيل المتساوي لعدد العمال وعدد ممثلي الإدارة. التمثيل المتساوي للنوع، يعني يبقى يعني المصنع لو فيه نسبة إناث عالية أو نسبة من السيدات عالية، فيبتدي ان هو يمثل العدد بتساوي، يعني يبقى عدد الذكور والإناث متساويين في اللجنة دي، لأن حتى يعني كل واحد عارف نوعه محتاج إيه من إجراءات الأمن والصحة والسلامة المهنية. وجود الإناث أيضا داخل هذه اللجان بيدعم السيدات بصورة ما، بيدعم يعني حاجات متعلقة بالسيدات، بيدعم مكافحة اللي هو التحرش داخل مكان العمل، لأن لو في يعني عاملة أو موظفة تعرضت لده فبتلجأ، بيكون من الأفضل أنها تلجأ لسيدة مثلها. تمثيل الإدارة العليا داخل هذه اللجنة، سواء كان مدير عام المكان أو طبعا ممكن رئيس مجلس الإدارة حسب حجم المكان وكبره ومستوى عدد العمالة فيه، ده يعني بيدعم اللجنة في تنفيذ قراراتها. طبعا لابد من وجود طبيب أو ممرض باللجنة عشان يقدر ان هو يحدد اشتراطات الإسعافات الأولية اللي هو هيكون محتاجها في المكان. طيب اللجنة دي لها مهام، والمهام دي أكيد مهام ملزمة ومهمة جدا. أول حاجة رسم المخطط. المخطط احنا شفنا مخطط في الفيديو اللي كان موجود شوية. المخطط ده يعني كان مخطط للإخلاء، يعني الناس لما تيجي تخلي بتمشي ازاي في اتجاهاتها في الأدوار، بتلف ازاي، بتنزل ازاي. مهم قوي في أماكن كبيرة زي مثلا الأماكن اللي ممكن نكون احنا موجودين فيها زي التلفزيون المصري، وجود مخططات للإخلاء ولوحات إرشادية للمتواجدين داخل المكان يتبعوها عند تعرض الأماكن لأي خطر، ودي بتبقى مخططات تدفق خاصة بالمنشأة. كمان تقييم المخاطر بالمنشأة ووضع الاقتراحات الخاصة بالوقاية، وطبعا رفعها للإدارة العليا للاعتماد، يعني ان هم يعتمدوا المخططات دي. انشاء خطة استراتيجية لتعريف الخطر والتحكم فيه. تنفيذ سياسة السلامة والصحة المهنية. التحري عن الحوادث او الامراض التي قد تحدث في بيئة العمل، واقتراح اجراءات تصحيحية. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده بيعني ان هم لابد ان هم ينشئوا مخطط تدفق للمكان، يقيموا مدى الخطورة في المكان. كمان ان هم يقدروا ان هم القرارات اللي اللجنة دي بتقوم بيها تبقى هذه القرارات
ملزمة للإدارة أنها تنفذها، لأن وجود الإدارة العليا داخل هذه اللجنة بتدعم هذه القرارات. مهم قوي برضو أن احنا يعني يبقى في اللجنة دي بتحدد ايه الإجراءات، ايه الإسعافات الأولية اللي احنا محتاجينها، ايه معدات الوقاية، ايه المعايير الخاصة بالعمال وهم واقفين في أماكن العمل عشان يقدروا ان هم يعني يحفظوا نفسهم من الإصابات. برضو بيدرسوا تاريخ الحوادث في مكان العمل، يعني الحادثة أو الإصابة أو الخطورة اللي بتحصل في أماكن العمل دي يعني بيتم تسجيلها في سجلات، وتسجيلها في سجلات بمعاد حدوثها حصلت إمتى، لأن أحيانا بترتبط في بعض الأماكن كان بيرتبط ده في وقت من الأوقات زمان يعني الحاجات اللي هي الخاصة بالجرد والكلام ده، فكانت بتبقى فيه مفتعلي للحوادث ومفتعلي للحرائق في داخل المكان للتغطية على بعض الاختلاسات، فكانوا بيحددوا يعني الحادثة دي أو الموضوع ده حصل إمتى. في نفس الوقت بيحددوه وبيدرسوا الموضوع كويس قوي وبيقوموا بتحليله بدقة وإزاي حصل وليه حصل، على أساس إن هم يمنعوا أو يحدوا من وقوعه أو تكراره يعني مرة تانية في المستقبل. برضو من مهام اللجنة تحليل العمليات الجارية في المنشأة ووضع تعليمات تشغيل سليمة وآمنة لكل عملية. من مهامها أيضا تدريب العاملين على طرق العمل الفنية السليمة، مع الإشراف على رفع المعرفة والوعي بمتطلبات السلامة والصحة المهنية. هناخد بالنا من الجزئية دي، مهمة جدا، تدريب العمالة على إجراءات العمل الفنية السليم. هنا يبقى المدرب اللي بيقوم بتدريب العمال على شغلهم الفني لابد أن يمثل في هذه اللجنة، عشان نقدر إن احنا نرفع من ثقافته الخاصة بالأمن والصحة والسلامة المهنية، ونرفع من مؤشرات شعوره وإحساسه بالخطر في أماكن أو في مكان العمل اللي العمال اللي هو دربهم شغالين فيه، وبالتالي يبقى على قدم المسؤولية في هذا الأمر، ويربط ده بالإجراءات الخاصة بالأمن والصحة والسلامة المهنية. برضو لابد من التفتيش الدوري، يعني من مهام هذه اللجنة إنها تقوم بعملية تفتيش دوري على إجراءات الأمن والصحة والسلامة المهنية. يعني اللجنة ممكن يعني تجتمع أو تفوض حد أثناء الاجتماعات بالتفتيش الدوري، يعني هخش على المكان أبص على المكان، هل في حد بيدخن، هل في حد حاطط سخان مثلا عشان يعمل عليه المشروبات داخل المكان وده ممكن يؤدي لخطورة، هل حد يعني في أماكن فيها تحميل على الأسلاك الكهربائية ودي أخطر أنواع الحاجات اللي ممكن تسبب حوادث في مكان العمل. وطبعا أدرس الأسباب دي وأقدر أحط الحلول بتاعتها. برضو اللجنة دي هي اللي بتختار الملابس والأدوات الوقائية في أماكن العمل المناسبة لكل عملية من العمليات ولكل قسم من أقسام المنشأة، وبرضو بيشاركوا في إعداد الميزانية التخطيطية اللازمة للسلامة المهنية. طيب كيف يتم إنشاء سياسة السلامة والصحة المهنية في مكان العمل؟ السياسة في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية هي مسار يحدد كيفية تطبيق متطلبات النظام الخاص بالسلامة بغرض تحسين السلامة والصحة المهنية في المنشأة، وهدفه هو تقديم مسارات متعددة للمنشأة للحد أو لمنع المخاطر، وإنها تكون شاملة لتحقيق المتطلبات القانونية والمحلية للمطابقة مع المواصفات العالمية. سياسة السلامة والصحة المهنية لابد أن تحتوي بحد أدنى على الإجراءات التالية، يعني لابد أنها تكون فيها اللي احنا هنقوله ده. أولا لابد أنها تكون بتحمي كل العاملين بالمنشأة من الجروح والأمراض والحوادث اللي ممكن تنشأ نتيجة خطر أو أكثر بالمنشأة.
بتحمل كل بدون اي تمييز، يعني محميش رئيس مجلس الإدارة والمدير وإيه واغفل حماية رؤساء الأقسام والعمال والفنيين اللي موجودين في المكان. التأكد من تطابق هذه المتطلبات مع القوانين والتشريعات الخاصة بالدولة، وأيضا متطلبات واحتياجات العملاء فيما يخص السلامة والصحة المهني. التأكد من أن العمال وممثليهم مشاركين في كل تفاصيل نظم إدارة السلامة والصحة المهنية، يبقى فيه كمان تحسين مستمر لهذه النظم لتحقيق الهدف المنشود الخاص بالسلامة والصحة المهنية. وطبعا السياسة دي لابد أنها تكون موثقة وموقعة متفق عليها الجميع، متحدد تاريخ إصدارها كان إمتى، وتكون سهلة الفهم لكل مستويات العمال بالمنشأة. ولو في عمال من جنسيات تانية شغالين في المكان تكون هذه السياسة مترجمة باللغة بتاعتهم عشان يعرفوا حقوقهم كويس. طيب ما هي مسؤولية إدارة المنشأة في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية؟ مسؤولية إدارة المنشأة، مسؤولية المدير العام، مسؤولية رئيس مجلس الإدارة إيه في سياسة أو في تطبيق سياسة الأمن والصحة والسلامة المهنية داخل مكان العمل؟ أول حاجة، بما إن هو رئيس مجلس الإدارة هو المسيطر على تطبيق واعتماد الإجراءات داخل أماكن العمل كعضو من أعضاء اللجنة الخاصة بالسلامة المهنية، لابد أول حاجة إن هو يفعل السياسة دي، ينفذ السياسة دي، يدي للسياسة الخاصة بالأمن والسلامة والصحة المهنية داخل المكان الباور من سلطته إنه يتم تطبيقها ويتم مراجعتها داخل مكان الإيه؟ العمل. كمان مش كده وبس، يوفر جميع الموارد اللي المنشأة عايزاها لتطبيق سياسة الأمن والصحة والسلام، يوفر الموارد المادية اللي إدارة الأمن والصحة والسلام المهنية محتاجاها عشان تشتري المعدات الخاصة بالوقاية والسلامة، عشان تقدر تطبع المنشورات الخاصة بالأمن والسلامة، عشان تقدر إن هي تصرف على الإجراءات الكاملة الخاصة بالأمن والسلام. كمان لابد انه يعمل تدريبات وتوعية مستمرة داخل المكان، ويعقد ندوات خاصة بالامن والصحة والسلامة المهنية عشان ازود ثقافة العمال في هذا الامر، لان ثقافة العمال كل ما تزيد في هذا الامر كل ما انقذنا روح، كل ما منعنا اصابة. كمان لابد ان يطبق اجراءات الطوارئ في حالة حدوث هذا الامر، ويدرب الناس على اجراءات الطوارئ كويس داخل مكان العمل. ايضا يكون حريص على تطبيق اجراءات الاسعافات الاولية ووجود مهمات الاسعافات الاولية داخل مكان العمل، وانه يكون مراقب كويس توزيع مسؤوليات الامن والصحة والسلامة في المكان. لاحظنا في الفيديو اللي احنا شفناه من شوية ان الطبيب او المسعف او الممرض اللي موجود في المكان بجانب سيكيورتي او رجل الامن اللي موجود في المكان بجانب مسؤولي الامن والصحة والسلامة المهنية اللي كان واحدة منهم داخل المبنى وواحدة منهم خارج المبنى، كل دول وجودهم في اكيد لجنة الامن والصحة والسلامة المهنية ده عبارة عن مسؤوليات تم توزيعها عليهم من خلال تجمعات او اجتماعات اللجنة الخاصة بالامن والصحة والسلامة المهنية. كمان لابد زي ما قلنا ان يتم رفع تقارير بالحوادث بصورة دورية وتسجيل هذه الحوادث، انه يكون حريص المدير او رئيس مجلس الادارة على ان العاملين عنده والعمال والفنيين وكل المتواجدين بالمكان يكونوا بيستخدموا الادوات الخاصة بالوقاية الشخصية، ويعني متدربين ازاي يتعاملوا مع المواد الخطيرة، ومتدربين كويس قوي وفاهمين وفي كتيب مطبوع مسلم لكل منه
عن قواعد الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل. طيب لو بصينا هنا على أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية، لابد أن يتوفر لهم تدريبات متخصصة أكتر يعني من العمال، لأن هم طبعا اللي بينفذوا سياسة المنشأة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، فلابد التدريبات بتاعتهم تكون مثلا حوالين الاستخدام الآمن للمعدات والكيماويات واستخدام معدات الوقاية، ان هم يعرفوا يعني ايه قياس وتحكم في الخطر، ان هم يعني يبقى عندهم تحسين مستمر او فكر للتحسين المستمر لقواعد الامن والصحة والسلامة المهنية، ان يكون يعني وجود تواصل ما بينهم وما بين العمال، وبالعكس لضمان تبادل المعلومة الضرورية التي تساعد في تأمين المنشأة والعمال والأجهزة والمعدات من المخاطر في مكان العمل. طيب ايه بقى مسؤولية العمال بتوع المنشأة في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية؟ اولا لابد ان هم يلتزموا بنظم السلامة والصحة المهنية، لابد ان هم اي مصدر خطر محتمل في المنشأة يبلغوا عنه، لقى سلك عريان، لقى مثلا منشار السن من احد اسنانه مكسور، لقى ان في ماكينة الغطاء الوقاية بتاعها وقع واصبحت السيور يعني واللي هي السلندرات بتاعته بقت مكشوفة، انها ممكن طبعا تبقى مهددة لو حد لابس مثلا هدوم فضفاضة ومر من جنبها، ممكن انها تشبك فيها وتشده داخل هذه السيور. لابد ان العمال ينشروا الوعي بمبادئ السلامة والصحة المهنية فيما بينهم مع زمايلهم، خاصة الاحدث تعيينا، يبقى يعني وهو شغال يبقى يعني طبعا، ويفضل ده يكون بتفويض من الرئيس بتاعه، ويفضل يكون بتفويض من المدير، ان هو يوجه العامل الجديد او الفن الجديد اثناء العمل عشان ما يحصلوش اي اصابة. ولكن هذا التوجيه لابد ان ينبع من ان يكون في تكليف بده. طب ليه تكليف بده؟ التكليف ده مهم جدا جدا، اهميته ترجع لايه؟ ترجع لحاجتين. انا لما هكلف مثلا واي ان هو يعني ياخد باله من زد، واي هو مثلا الاكبر وزد هو الاحدث، فده هنا انا بيبقى ده من ضمن المهام العمل الخاصة بواي، يبقى هنا المفترض ان هو يتابع مهمته دي بجانب مهام عمله الاساسية، ان هو الموظف واي او العامل واي ياخد باله من العامل زد وهو شغال. طيب دي هو خد كده تكليف بده. طب العامل زد كمان يبقى فاهم ان واي هو اللي بيدربه على ده، لانه ممكن يجي يدربه العامل زد يعني يرفض، يقول لا انا مش محتاج تدريبك، انا عامل زيك. لكن لما يبقى عارف ان هو ده اللي بيدربه في النقطة دي، يبقى هيتقبل منه اي ايه كلام، وبمعنى يعني بمعنى اصح وجود المسؤولية دي والتكليف بيها واعلام الاخر ان في حد مسؤول عنه في ده يعني بيساهم كتير جدا في برضو السلامة والسلام داخل مكان العمل. نيجي ايه هو الهدف من انشاء نظم ادارة السلامة والصحة المهنية؟ الهدف ان هو غاية خاصة باداء السلامة والصحة في مكان العمل، غاية للمنشأة. المنشأة بتقوم بعمل يعني الصيانات اللازمة لكل عملية تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، ويشترط في الهدف ان يتوفر به الشروط الاتية، ان يكون هدف محدد. يعني بقول في الهدف ده مثلا لو دينا مثال وقاية العمال من مخاطر الحريق، يبقى ده مثلا هدف محدد، انه يكون قابل للقياس. قابل للقياس، هنعرف دلوقتي كيف يتم قياس المخاطر في اماكن العمل.
يبقى بقول قابل للقياس يعني الوقاية دي بتتم ازاي، قابل للتحقيق يعني ما احطش حاجة تكون حلم، يعني لا احط حاجة تكون قابلة للتطبيق فعلا على ارض الواقع، انه يكون لي اطار زمني، يعني لما احط هدف الهدف ده بحط له اطار زمني او من وقت كذا لوقت كذا بيكون تم تحقيق هذا الايه الهدف. لما باجي بقى اعمل عملية مراجعة الاهداف لابد ان المنشأة تحط في اعتبارها التشريعات والمتطلبات الاخرى الخاصة بيها، وتحط برضو الخطر والمخاطر المحتملة، وتحط الاختيارات التكنولوجية، تختار مكان بيشتغل بانهي طريقة وانهي اسلوب، يدوي ولا نص اوتوماتيك ولا اوتوماتيك كامل ولا رقمي، برضو بتحدد متطلبات التمويل والتشغيل، وبتحط في اعتبارها كافة وجهات النظر المعنية، ولازم تكون الاهداف متفقة مع سياسة الصحة المهنية والسلامة الشاملة ومع الالتزام بالتحسين المستمر. نيجي بقى لنقطة من النقاط المهمة جدا، كيفية انشاء مخطط التدفق. مخطط التدفق بيعرف بان هو الرسم التخطيطي اللي بعمله لعملية العمل بتاعتي، يوضح بداية العمليات بتاعتي العمل ونهايتها وبتمشي ازاي، وهو على نوعين، مخطط تدفق عام ومخطط تدفق تفصيلي. يمكن الصورة اللي موجودة على الشمال تحت دي يعني بتشرح يعني ايه هو مخطط التدفق، يجي حاجة كده تشبه الخرائط الذهنية يعني. تمام، مخطط التدفق العام بيتم من خلال رسم تخطيطي للعمليات الرئيسية للمنشأة بدون تفاصيل، ويستخدم لتلخيص الإجراءات أو إعطاء صورة عن مشروع لتحسين الإدارة بتاعته فيما يتعلق بالأمن والصحة والسلامة المهنية. أما مخطط التدفق التفصيلي ده بيتم إنشاؤه لكل العمليات اللي بتتم داخل المنشأة، كل العملية من العمليات بيتم تحليلها وعمل مخطط تفصيلي لها. طيب دي ترجع أهميته لإيه؟ هو ده بقى برضه المتعلق قوي بمخاطر العمل. ترجع أهميته إن هو بيحدد نقاط الخطر الحرجة اللي محتاجة إجراءات وقاية للتحكم بيها، وان في رموز من المهم التعرف عليها لانشاء اي مخطط تدفق تفصيلي. طبعا كل دي عبارة عن اشكال ممكن نعملها لمخططات التدفق التفصيلي. هنشوف فيديو اخر عن تقييم المخاطر في اماكن العمل. الفيديو ده عاملاه منظمة الاي ال او، وهي منظمة دولية او منظمة العمل الدولية. الفيديو زي ما احنا شايفين قدامنا هو عبارة عن انيميشن يعني داخل مصنع، وهنا رن جرس الانذار، كل حد فيهم فكر في حاجة او في خطر معين، حد قال حريق، حد قال زلزال، حد قال يعني اعصار. هنا هنلاحظ حاجة خطر جدا حصلت في المكان. المكان وقعت احد العاملات وزميلها داسوا عليها، الباب الخاص بالهروب كان يعني مغلق. هنا جت بقى لجنة الأمن والسلامة المهنية بتشرح للعمال ايه الخطورة بتاعة المكان، ماشي، بتقول لهم ايه الإجراء اللي هم لابد يتخذوه عشان يقوا نفسهم من المخاطر، ان الممرات يتم إخلاءها من أي عوائق
ان الباب بتاع الهروب ما يبقاش حد قافله. لو حصل حريق في المكان ايه اللي بيتم؟ ازاي بيتم اخلاء المكان؟ هنا هو بيدربهم على ده، ازاي يستعملوا يعني اللي هي ادوات الاطفاء للحرائق. هنا ان جيريو المكان فاضي، الاسهم اللي موجودة بيمشوا عليها عشان يهربوا بدون اي نوع من انواع الفزع، بيحطوا قماش على انفهم عشان يحدوا شوية من ان هم يدوخوا ويقعوا بسبب الدخان، لغاية ما يوصل المكان للمطافي، توصل المكان وتقوم بعملية الاطفاء. طب نيجي بقى لعملية تقييم الخطر في بيئة العمل. تقييم الخطر في بيئة العمل دي عملية يعني مهمة جدا، بتتم على ثلاث خطوات. الخطوة الأولى إني أتعرف على نوع الخطر في مكان العمل اللي أنا فيه. الخطوة الثانية أقيس الوزن النسبي للخطر. وعشان أقيس أن الوزن النسبي للخطر وأعرف مقياس الخطورة بتاع العمل ده قد إيه، بضرب شدة الخطر في معدل التكرار. بضرب شدة الخطر في معدل التكرار، وهنشرح يعني إيه شدة الخطر ويعني إيه معدل التكرار. الخطوة الثالثة هو كيفية التحكم في الخطر. يبقى إحنا قلنا عشان نقدر نقيم الخطر في بيئة العمل بيتم على ثلاث حاجات: واحد، التعرف على نوع الخطر. اثنين، قياس وزن الخطر او مدى شدته. الخطوة الثالثة ازاي اتحكم فيه واحصره واقلل من خطورته. طيب نيجي الاول نتكلم على تعريف الخطر. في وسائل كتيرة نقدر نعرف بيها الخطر في المنشأة، منها خريطة التدفق اللي اتكلمنا عليها، اللي تتعمل بواسطة فريق خاص من لجنة السلامة والصحة المهنية. الهدف بتاع الفريق ده انه يعمل عملية مسح لكل انواع الخطورة داخل مكان العمل، وده بيكون مش في مكان معين او عام في مكان العمل، لا بالعكس بيكون كمان بيهتم بعمل ده لكل قسم من اقسام المنشأة، ومعرفة عدد العمال اللي شغالين في كل قسم قد ايه، وهم متعرضين للخطورة بنسبة قد ايه. ولما بيتم اكمال تنفيذ الخريطة لابد ان احنا نجاوب على الاسئلة التالية: درجة الامان بالمنشأة قوية ولا لا؟ فين المشاكل الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في المكان؟ ما هي المتطلبات القانونية التي يجب التطابق معاها؟ لان كل مكان محتاج متطلبات قانونية خاصة بيه. برضو ده بيكون في ظل التشريعات الدولية والتشريعات الحكومية الخاصة بأماكن العمل. يبقى مهم قوي ان يكون في كمان عضو قانوني موجود داخل فين؟ داخل لجنة السلامة والصحة المهنية. العضو القانوني ده اللي بيقدر ان هو يقول لنا ايه هي التشريعات الدولية اللي الدولة بتاعتنا ماشية عليها في اماكن العمل، وايه هي التشريعات المحلية بتاعتنا، وايه هي التشريعات الخاصة بمكان العمل ذاته. لان كل مكان عمل ليه مستوى لقياس وتحكم في الخطورة مختلف عن مكان عمل تاني. طب ليه بنتكلم على تشريعات الدولية؟ لان بعض المصانع او بعض المؤسسات بيكون لها داخل المكان او داخل حدود الدولة دي صبغة دولية، فالصبغة الدولية دي بتحتم على مجلس الادارة او من يديرون هذا المكان وضع التشريعات الدولية في اعتبارهم، لان عند حدوث اي خطر او اي اجراء مخالف داخل مكان ليه صبغة دولية، لو حد رفع اي قضية هيقدر ان هو
يكسبها. نرجع تاني نشوف بقى حاجة مهمة قوي، ازاي يتم قياس الوزن النسبي للخطر. ازاي اقدر او تقدر لجنة الامن والسلامة المهنية تقيس نسبة الخطر قد ايه في مكان العمل؟ هي تنفع تتقاس؟ تنفع تتقاس وبارقام كمان. هنبص معانا على الشاشة ونشوف ازاي بيتم قياس الوزن النسبي للخطر. طبعا لابد ان احنا نفصل كل عملية من العمليات الموضحة بخريطة تدفق المنشأة ونصنفها طبقا لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية. نقدر بقى نعرف الخطر ده خطر كيميائي ولا خطر فيزيائي ولا بيولوجي ولا ميكانيكي ولا حريق. طيب بيتم بقى قياس شدة الخطر عن طريق ايه؟ اعطاء الخطر وزن نسبي يتراوح ما بين ايه؟ خطر ضعيف الوزن النسبي بتاعه 1، خطر متوسط الوزن النسبي بتاعه 2، خطر شديد الوزن النسبي بتاعه 3. طيب يبقى انا كده مثلا خطر شديد ده مثلا ممكن اديه للحريق، خطر ضعيف ممكن اديه لل مثلا اللي هو الضوء مثلا، احد المخاطر الايه الفيزيائيه. طيب اجي بقى احط بقى وزن نسبي اخر لمعدل تكرار الخطر. يعني معدل التكرار لو ضعيف ممكن ما يكررش كتير احط له 1، لو متوسط ممكن يكرر بس على فترات متباعده احط له 2، لو معدل التكرار عالي بحط له 3. طيب ده اقدر بقى انا اعرف حاصل ضرب شده الخطر في معدل التكرار يديني الوزن النسبي للخطر. ممكن هنا دي خريطه بتوضح ازاي اضرب معدل الخطر. انا عندي الاخضر اللي هو الضعيف، عندي الاصفر اللي هو المتوسط، عندي الاحمر اللي هو العالي نسبه الخطوره العاليه. طب تعالى نشوف كده مثال. مثلا خطر الحريق في اي منشاه شده الخطوره بتاعته بتساوي 3، لانه خطر شديد بيدمر الممتلكات ويسبب الوفاه والحرق. معدل التكرار بتاع خطر الحريق ضعيف نظرا لانه هو خطر بفضل الله لا يتكرر يوميا ولا شهريا، وقد يحدث على فترات متباعده كبيره جدا وقد لا يحدث. ماشي. فبالتالي الوزن النسبي للخطر هو 3 ومعدل التكرار 1، يبقى 3 على 1 يبقى نسبه او مقياس الخطوره بتاع خطر الحريق بيساوي 3. وبالتالي الإجراءات الوقائية اللي أنا هتبعها لمكافحة هذا النوع من الخطر لن تكون يومية ولا أسبوعية، بل ربع سنوية أو نص سنوية مثلا. ناخد مثال تاني. نيجي بقى لخطر ممكن يتعرض له عامل زي اللي هو المقص دار في مصانع الملابس اللي بيقص القماش باستخدام المقص الكهربائي. ممكن لما نيجي نقيم الخطر ده نسأل الخطر ده شديد ولا متوسط ولا ضعيف. هو خطر شديد طبعا، قد ينتج عنه قطع او بتر في احد اجزاء الجسم او جروح شديدة جدا، فبالتالي الخطر شدته برضو 3 ومعدل التكرار بتاعه لانه بيعتمد على اللي هو التكرار البشري في العمل بصفة يومية عالي برضو نظرا لانه خطر يومي متكرر ممكن يحصل كتير يعني والعياذ بالله. فبالتالي الوزن النسبي ليه طبعا اللي هو خطر استخدام مقص كهربائي 3 ومعدل التكرار 3، يبقى ممكن يكون الوزن النسبي للخطوره بتاعته 9. وبالتالي الاجراءات الوقائيه اللي هنتم اتباعها لمكافحه النوع ده من الخطر هتكون اجراءات يومية وتنبيه يومي ومعدات ووسائل وقاية يومي. طيب التحكم في الخطر بيعني ايه؟ انا اقدر عشان اقدر ان انا اتحكم في الخطر لابد ان انا احد او امنع الخطر عشان احمي العمال واحسن ظروف بيئة العمل لضمان فاعلية التحكم في 5 شروط.
أول حاجة إن التحكم يكون على نحو كافي، بحيث الخطر ده يتم القضاء عليه تماما أو يتم الحد منه كلما كان ذلك ممكنا. توفير الحماية لكل العمال المرجح تعرضهم للخطر، يعني أوفر لهم وسائل وقاية، أوفر لهم التدريب، أشوف مكان العمل اللي هم شغالين فيه هل هو واسع ولا يعني المعدات بتاعته قريبة من بعضها وفي نوع من الازدحام، نسبة التهوية قد إيه في المكان، نسبة الإضاءة في المكان، أوفر حماية لكل العمال بطريقة متساوية. ان التحكم اللي انا هعمله ده ما يسببش خطر جديد، يعني ما يضيفش خطورة تانية ولا يضيف خطورة بيئية خارج المنشأة، وان لا يطبق هذا التحكم الا بعد التشاور والاشتراك مع العمال. طيب ازاي بنطبق اجراءات التحكم؟ ثلاث نقاط. النقطة الاولى التحكم عند مصدر الخطر من خلال تحسين عمليات الصيانة وإصلاح أجهزة الأمان. النقطة الثانية التحكم بين مصدر الخطر والعامل من خلال تحسين مستوى الإشراف والتدريب للعمال، واستخدام تعليمات عمل واضحة لاستخدام المعدات اللي العمال بيشتغلوا بيها، ووضع ملصقات تحذير اللي هي اللافتات الإرشادية اللي بتعرف العمال إزاي إن هم يقوا نفسهم أثناء العمل. النقطة الثالثة بقى التحكم دي بيكون عند العامل نفسه، ان هو يستخدم الملابس الخاصة بالوقاية لأماكن العمل. يعني تقريبا يعني نكون اتكلمنا النهاردة على مسؤوليات لجان الأمن والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، سواء كانت أماكن العمل هذه أماكن إدارية أو زراعية أو طبية أو صناعية. اتكلمنا أيضا على يعني الإجراءات والتشريعات الخاصة بلجان الأمن والسلامة والصحة المهنية. أيضا تحدثنا عن كيفية تقييم المخاطر وتقييم الخطورة وقياس الوزن النسبي للخطورة في أماكن العمل. شفنا فيديوهين، الفيديوهين كانوا بيوضحوا أهمية خطط الإخلاء، وخطط الإخلاء دي بيكون اللي حاطينها هي اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة المهنية في أماكن العمل، وأيضا اللي بيقوم على تطبيقها شفنا مين، وهم أيضا بيكونوا أعضاء في اللجنة بتاعة الأمن والصحة والسلامة المهنية، اللي هو الطبيب وأيضا مسؤولي الأمن والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وأيضا عامل الأمن أو السيكوريتي اللي موجود في المكان ده، مهمته كبيرة جدا ولابد أن يكون مدرب تدريب عالي جدا. التلاتة دول طبعا المسؤولية الأولى لمسؤول الأمن والصحة والسلامة المهنية، لكن أيضا الأمن والطبيب أو الممرض أو مسؤول الإسعافات الأولية اللي موجود داخل المكان هو كمان بيكون متدرب كويس جدا جدا على خطة الإخلاء وعلى الإجراءات الخاصة بالأمن والصحة والسلامة المهنية في حالة حدوث طوارئ، لأن دور الأمن السيكوريتي ودور الطبيب او المسعف ده بيتواجد فقط اثناء حدوث طوارئ، ولكن دور مسؤول الامن والصحة والسلامة المهنية هو دوره المتابعة اليومية للاجراءات الخاصة بالامن والصحة والسلامة المهنية داخل اماكن العمل. عايز اقول ان الامن والصحة والسلامة المهنية يعني دي حاجة مهمة جدا في جودة اماكن العمل، وإجراءات الجودة في أماكن العمل بتحدد وبتاخد درجات أعلى كل مكان مستوى الأمان أعلى داخل أماكن العمل. أرجو أن تكون حلقة النهاردة استفدتوا بيها، أرجو أنها تكون سبب في يعني أن يعني ثقافة الأمن والسلامة المهنية تزيد معاكم، وإن شاء الله حد كده وقتنا انتهى، وإلى لقاء آخر
إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.